وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، وليس هو هنا، لأنه قام كما قال. ومن المقطع ده بيتضح أن المسيح خرج من الأب من القبر عند فجر يوم الحد. وما دام ثبت أن ما فيش تشابه بين المسيح ويونان النبي في المدة اللي قضاها كل واحد فيهم، فلابد أن يكون التشابه في الحالة اللي كان فيها كل واحد منهم. يبقى زي ما يونان دخل بطن الحوت حي وفضل فيها حي وخرج منها حي، يبقى بالمثل كذلك يكون المسيح دخل بطن الأرض حي وفضل فيها حي وخرج منها حي. وبكده يبقى نفهم التعبير قام من الأموات على أنه تعبير مجازي مش تعبير حرفي. سابعا، لما عرف المسيح أن أعداؤه على وشك أنهم يقبضوا عليه وأن المصير اللي بينتظره هو القتل، فحزن واكتئب وقال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. يعني أنه يكاد يموت من الحزن على المصير اللي بينتظره. فهل يا ترى الشخص اللي يكون على استعداد أنه يحقق المهمة اللي جه علشانها يوم يشعر بالحزن والاكتئاب، ولا يشعر بالفرح والسعادة؟ والحجة اللي بيقدمها اللي بيقولها جناب القمص واللي هم على شاكلته هي ان الحزن، ان اللي حزن واكتئب هو يسوع الانسان مش يسوع الاله. لكن طبعا دي حجة واهية، لان اللي بيقولوا ان الانسان يسوع هو اللي قال الكلام ده بيتهموه برضو بانه جبان رعديت بيخاف من الموت في سبيل الله. ولو كان الكلام ده صحيح يبقى اختياره علشان يحل فيه اللاهوت كان اختيار غلط، لانه مش اهل لحمل المسؤوليه والمهمه اللي المفروض انها هتحقق الخلاص لكل البشريه باجمعها. ده الجنود البواسل بيضحوا بنفسهم عشان يدافعوا عن بلادهم، والطيارين اليابانيين في الحرب العالميه الثانيه كانوا بيضحوا بنفسهم في عمليات انتحاريه عشان يحققوا النصر لبلادهم، واللي بيفجروا نفسهم كل يوم والتاني عشان يموتوا وياخدوا معاهم ناس تانية بيعملوا كده من غير ما تكون نفسهم حزينة حتى الموت، لأنهم معتقدين أنهم بيعملوا عمل مجيد في سبيل الله وفي سبيل المبادئ اللي هم بيؤمنوا بيها إذا كان لهم مبادئ، بصرف النظر عما إذا كان إيمانهم ده صح ولا غلط. يبقى إزاي الإنسان يسوع يجبن عن التضحية في سبيل الله لو أنه كان عارف أن دي هي خطة الله من أجل فداء البشرية؟ إحساس يسوع بالحزن والاكتئاب ده يعتبر أكبر دليل على أنه ما كانش عارف أن مشيئة الله هي أنه يموت على الصليب فداء للبشرية. ثامنا، الأناجيل الأربعة بتقول أن يسوع قعد يصلي ويدعي الله أنه يبعد عنه كاس الموت على الصليب. يبقى إزاي ممكن أن إنسان يدعي ربنا بشيء يتعارض مع مشيئة الله؟ لو أنه كان عارف فعلا أن مشيئة الله كانت في الموت على الصليب، وإيش حال بقى لو يكون الله اللي بيقوله إنه ظهر في الجسد هو اللي بيدعي بالدعاء ده؟ وبعدين مش كان المسيح بيحض الناس على إنهم يسألوا ربنا فيعطيهم ويخبطوا على باب الله فيفتحوا لهم؟ يبقى إزاي ممكن إن الابن يدعي والأب ما يهتمش بدعائه؟ مش هو اللي قال: من منكم وهو أب يسأله ابنه سمكة فيعطيه حية؟ وهو بيسأل الله، الابن بيسأل الله ان يبعد عنه كاس الموت على الصليب. ولذلك مش ممكن بتاتا ان ربنا يخذله ولا يسمعش دعائه، لانه مش معقول برضو انه يدعي بشيء يتعارض مع مشيئة الله. تاسعا، بنقرأ في رسالة للعبرانيين ان الله استجاب لدعاء المسيح، لانه بيقول: الذي قدم في أيام جسده بدموع وطلبات كثيرة للقادر على أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. عبرانيين إصحاح 5 عدد 7.
وهنا بنلاقي بقى جناب القمص وأعوانه بيقدموا لنا تفسير تضحك منه الثكلة زي ما بيقولوا يعني، وده بسبب ما يثيره من سخرية وما يحمله من تفاهة ولما يدل عليه من تخبط وحيرة. فإيه بيقولوا إيه؟ ناس يقول لك إيه؟ مرة يقولوا إن الله سمع دعائه، ولكن مش بمعنى إنه استجابه، ولكن بمعنى إنه سمعه بس، ما هو مش هو ربنا بيسمع الدعاء أو سمعه. طبعا ما فيش يعني إجابة أشد حماقة من الإجابة دي. ولذلك يقول لنا مرة تانية إن الله استجاب لدعائه بإنه أقامه من الأموات. الله، ولكن للأسف التبرير ده ملوش وزن، لأنه كان عارف إنه هيقوم من الأموات على أي حال، وهو نفسه قال الكلام ده من قبل كده. فإيه اللي يضطره إنه يدعي بشيء وهو عارف إنه حتما هيتحقق؟ وأخيرا اتفتقت بقى أريحة جناب القمص عن سبب يشرح بيه معنى استجابة الدعاء، فقال إيه؟ قال إنه ما كانش بيدعي للنجاة من الموت على الصليب، وإنما كان بيدعي للنجاة من الموت بسبب الضرب بالسياط بالكرابيك بالكرباج، لأنه زعم من غير ما يقدم أي دليل تاريخي على زعمه ده إن كان فيه ناس كتير بيموتوا من الضرب بالسياط، ولذلك كان الموت اللي بيدعي الله إنه ينجيه منه هو الموت بالصوت بالكرباج مش الموت بالصلب. ولكن من الواضح إن جناب القمص نسي حاجات كتيرة مهمة، منها إن نسي يقدم دليل واحد على كلامه، ونسي كمان إنه يشرح لنا إن خطة الفداء اللي قاعد يكلمنا عنها على مدى 6 حلقات كانت بتتطلب إن المسيح لازم يموت على الصليب بالذات ومش بأي طريقة تانية. وأخيرا فإنه نسي برضو إنه يشرح لنا ليه موت المسيح بأي وسيلة ما يحققش خطة الفداء ويزيل حكم الموت من على البشرية. والظاهر إن جناب القمص نسي برضو إنه يقول لنا إن الحكم الأصلي بالموت اللي صدر على آدم وحواء كان موتا تموت على الصليب، وعشان كده لابد إن جناب القمص يضيف شرط رابع في الفادي، لأنه ما يكفيش إنه يكون إنسان، وما يكفيش إنه يكون طاهر من غير خطية، وما يكفيش إنه يكون غير محدود، وإنما يشترط فيه كمان إنه يموت على الصليب. طبعا ما عندناش حاجة نقولها لجناب القمص غير إن إحنا نقول له العب غيرها ودور لك على سبب تاني تبرر بيه دعاء المسيح. عاشرا، لما كان المسيح متعلق على الصليب سخر منه رؤساء الكهنة واستهزأوا بيه وقالوا جملة فيها تحدي لله تعالى، ذكرها مرقس في إنجيله، فقالوا إيه؟ قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. والإله اللي يعجز أو يتردد في قبول تحدي زي ده هو إله ضعيف خانع ما يستحقش إن يكون إله إلا لمرضى العقول والقلوب. ولا شك إن الإله القوي القدير لازم يكون قبل التحدي، ولا شك إنه هو أنقذ نبيه الحبيب مش بالطريقة اللي كان يتوقعها الكهنة القتلة دول، وإنما بالطريقة اللي تحفظ حياته، إذ إنهم توهموا إن هو مات على الصليب، يعني شبه لهم موته، يعني خيل إليهم أنهم قتلوه وصلبوه، بينما أبقاه الله حي فنزل من على الصليب حي ودخل حي في القبر اللي كان عبارة عن غرفة واسعة وخرج منه حي، وبكده حقق الله وعده وكلمته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا شك إن جناب القمص وأعوانه هم من دول الذين لا يعلمون، فياريت ربنا يهديهم عشان يعرفوا معنى ما يقولون، وإنهم لا يقولون على الله منكرا من القول وزورا. وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.